والضعف فيهم والألم ولا شيء زيادة عننا، لكن إيمانهم بالإله ده كان علامة في عمرهم، كانوا شداة وسط العذاب ولا حتى نار تهمهم. وكلامنا اليوم ده عنهم ده شيء بيشجع قلبنا، تعالوا نسمع اللي جاي ده الدرس لينا كلنا، أبطال وعاشوا وسطنا، أبطال وعاشوا وسطنا. أخيرا جيت عم فادي، إلا أخرج بس. عامل إيه يا معلم؟ تمام. شكلك هادي كده وملكش في المشاكل، إيه اللي رماك على الشغلانة دي؟ هنعمل إيه بقى؟ كنت لقيت غيرها وقلت لأ، وهي أحسن من قعدة البيت، بعدين إن شاء الله ربنا يقف معايا ما تقلقش. قشطة يا برنس، خد نصيحة من واحد خبرة في المجال ده، الشغلانة دي يا عم فادي مش عايزة حد تاري، عايزة واحد قلبه جامد يفوت في الحديد، السواقين اللي حواليك لو لقوك نايتي لا مؤاخذة مش هتعرف تاخد معاهم ولا حق ولا باطل. وكمان وانت سايق يا صاحبي لازم تبقى مدقدق وصاحي، اللي يكسر عليك اكسر عليه، اللي يبخ فيك بخ فيه، اللي يعلي صوته طلع عينه، لازم كل اللي حواليك يا صاحبي يحسوا انك راجل مش توتي لا مؤاخذة. ها سيب على الله، خد ادي المفتاح يا صاحبي وادي رخص العربية، اتكل على الله. ماشي يا جماعه اللي عنده اجر ورا. ايه يا عم انت ما بتعرفش السوق ولا ايه؟ ماشي معطل السكه عمال اديك في كلاكسات وانت يمين برضه وشمال، عايز نعلمك الادب؟ في ايه يا عم انا جيت جنبك ولا انت عايز الناس كلها تقف عشان انت تعدي؟ كلمة تانية اكسر لك العربية. تكسر ايه يا عم؟ ايه البلطجة دي؟ بلطجة؟ انا اوريك البلطجة على اصولها. ايه يا عم انت مجنون؟ ناس كتير اختلفت في تعريف الرجولة، ففي اللي بيفكرها فتوانة ومحاولة لفرض رأي او استخدام القوة، وفي اللي بيفكر انها جدعانة وشهامة وتعامل حلو مع الناس، وناس كتير بتفكر الرجولة متناقضة مع وصايا الله والعيشة بالتقوى والوداعة واللسان الحلو، وان لازم الانسان يبلطج بالكلام والافعال علشان الناس تحترمه وتعمل له حساب. وفي حلقتنا النهاردة بنسأل، هو ايه مفهوم الرجولة؟ وهل الرجولة في تصور الناس مختلفة عن الرجولة في تصور الله؟ طيب وازاي الانسان ياخد حقه ويكون راجل في العالم الصعب ده؟ وإيه اللي يخلي الواحد يبقى راجل في موقف وما يستمرش راجل في موقف تاني ويفشل قدام التحديات المختلفة؟ كل إجابات الأسئلة السابقة هتكون محور حلقتنا النهاردة من برنامج ناس زينا بعنوان راجل بجد. هنناقش الموضوع ده من خلال شعر وحوار شيق وترنيمة جميلة. خلونا نبتدي بقطعة شعرية بعنوان رجولة مع الشاعر المفكر المسيحي نعيم عاطف. أواجه بقوة ظروف الحياة العصيبة وما اختارش منها الحاجات البسيطة واسيب الصعيبة، هعيش التحدي، هعيش التحدي وما يهمنيش الظروف تبقى ضدي، ومهما تكون المصاعب ومهما تزيد المتاعب أنا مش بواجه ظروفي لوحدي. أنا ليا رب، أنا لي أب، وأبويا فطمني وعلمني معنى الرجولة وحذرني أعيش الحياة الكسولة وعلمني معنى الكفاح والصراع وودعت مهد الطفولة. قالوا لي أنت مؤمن ولازم تعيش في انكسار وتمشي مطاطي في ظل الجدار، بلاش التحدي، بلاش النزاع،
بلاش المواجهة، بلاش الدفاع، وخليك مهاوت وعيش في التضاع. فهمتوني عكس الحقيقة. أنا مش بقول إني جبار شجاع، ولا جوه مني غرور وارتفاع. أنا برضو فاهم رجولتي وشجاعتي ماش بالدراع، ولا بالمخاصمة ولا بالنزاع. رجولتي أطيع الإله وأمشي وراه، وأشعر وأفهم وأسمع نداه، وأتحدى به المصاعب، وأواجه وأغلب ظروف الحياة. هواجه بقوة ظروف الحياة، هعيش التحدي وما يهمنيش الظروف تبقى ضدي. يا ترى في الحياة المسيحية أمثلة لناس زينا كانوا رجال بمعنى الكلمة؟ ويا ترى هل نقدر نكون زيهم رغم اختلاف الظروف والمكان والزمان؟ تعالوا نتابع الحوار ده بين الشباب والدكتور ماجد عدلي. حكي لهم يا مستر جون، عملت ايه بتاع العربيه امبارح؟ انت لازم تحكي يعني. اول امبارح وانا جاي اصلا هنا المكان، ف عربيه شدت معايا وراح جاي كسر عليا شمال. يعني مش فاهم يعني الناس بقت اخلاقها غريبه ازاي. بس انا رحت بقى ما سكتش، رحت خدته يمين ورحت جاي قدامه ورحت مفرمل ونزلت جبته من قميصه. يعني عربي يا راجل راجل. طب لا اعمل ايه يعني؟ انت يعني في مصر في البلد دي لازم تبقى راجل عشان يعني هي دي رجوله في نظرك؟ ما رجوله ايه بقى، ان انا اعمل له باي باي؟ لا طبعا يعني. لا اذا انتوا فاهمين مفهوم الرجوله ده غلط خالص. بالظبط كده. يا ترى انتوا متعرفين الرجوله ازاي؟ سيطره. وانتوا ايه رايكم؟ ان التزم لما يتاخد مني حق اجيب حقي. يعني انتوا شايفين ان الرجوله ان انا اعرف اجيب حقي؟ لا، مواقف الرجوله. مواقف سيطره بالحب فيه. يعني هي سيطره بس بالسياسه حب. لا الرجوله مش بس سيطره بالحب، بس الرجوله مواقف يعني جدعانه، يعني شهامه في كل حاجه بقى، في سواء كان في علاقتي مع ربنا او سواء كان في علاقتي مع اللي حواليا. يعني زي كده مش على الراجل هو الذكر بس، لكن الرجوله دي رجوله في المواقف اللي تنفع للراجل والست تتقال. يعني انت قصدك الايه بتاعت كونوا رجالا دي بيقولها للاثنين مش كده؟ طبعا للرجاله وللستات مش كده؟ تمام. حد يديني تعريف تاني عن الرجوله. طب لو انت بتتكلم من مبدا كونوا رجالا، فهي ان انا اكون ملتزم يعني لكن يعني ايه علاقه ده باللي انت عملته؟ ايه علاقه ده باللي انت رحت جبت حقك؟ لا انا جبت اللي عملته ده موضوع رجوله من نوع تاني. ده رجوله انا بجيب حقي لان حقي اتاخد. عشان هو شايف ان هو الراجل، هو شايف ان الراجل في حد جه عليه فهو كان لازم يروح ياخد حقه منه، او هو شايف ان هو بيقدر يعمل كل حاجه فحقه يقدر يجيبه، فليه ما يجيبوش؟ الحقيقه انت ممكن تجيب حقك بس بالاصول، من غير زحام ومن غير خناق، مش كده؟ يعني مش دايما لا، الحقيقه مش دايما انا اقدر زي ما اللي قدامي بيعمل حاجه غلط انا اعمل زيه غلط علشان اعرف ارد عليه. لكن لو قدامي زعق او عمل اي موضوع لا يليق، المفروض انا اللي بتحكم في الموضوع. انا بعمل افعال مش رد افعال. ومش لازم ان هو ان كان قال كلمه لا تليق او عمل تصرف لا يليق ان انا اعمل كده. الحقيقه الفتره الاخيره المجتمع بيعاني من مشكله كبيره جدا، هي ثقافه مختلفه عن ازاي اعرف ازعق، ازاي اعرف اعلي صوتي، ازاي اعرف انه اللي بيزعق اكتر واللي بيقل ادبه اكتر هو اللي بياخد حقه. واي واحد في مصلحه حكوميه لو ابتدى يزعق الناس كلها بتسكت وتعمل اللي هو عايزه. فبتقت طريقه جميله جدا جدا ان انا اخلص الموضوع. هو مفيش غيرها اصلا، هي حضرتك بتتكلم دي بقت طريقه، هو مفيش حل تاني. بس احنا الرب حاططنا كمسيحيين عايشين نور وملح في الارض، لازم يبقى لينا اسلوب مختلف، ولازم يبقى لينا تصور مختلف ازاي انا بعيش في وسط الناس وازاي بتصرف والناس شايفاني ايه. يعني انا لو عملت حد بالطريقه اللي جون بيحكي عنها دي، هو انا مش هقدر اجبره ان هو يحترمني. بالظبط كده، برافو. انا عايز اقول انه في امثله كتيره جدا للرجوله في الكتاب المقدس. والله لما قال طلب مننا ان احنا نكون رجال، اكيد ما كانش قصده ان احنا نكون بنزعق وبنتفتون وبنقول الفاظ لا تليق. ويقول كده ان غضب الانسان لا يصنع بر الله. فلما باجي ازعق واتخانق اكيد ده مش الطريقه اللي رب حطها لي ان انا اتصرف وسط الناس. امال هو يقصد ايه بالرجوله بقى لو هي مش كده؟ يعني انا مش انا عايز اخد حقي بقى. يعني انا دلوقتي رحت مصلحه حكوميه وما خلصوليش المصلحه بتاعتي ومش هزعق وهبقى مؤدب وبعدين يعني الحقيقه في ظل الثقافه دي
خلينا نفكر بطريقة مختلفة، خلينا اللي يميزنا ان احنا بالرغم منه ما عرفتش تاخد حقك من اول محاولة، خلينا اللي يميزنا ان احنا بنتصرف بطريقة مختلفة، بنتصرف بطريقة تعلم الناس. مرة في المرات الرسول بولس قال لتيموثاوس، تيموثاوس كان سنه صغير، لكن بولس قال لتيموثاوس لا يستهان احد بحداثتك، يعني بسنك الصغير، بل كن قدوة للمؤمنين. اول حاجة قالها في الكلام وفي التصرف وفي الوداعة وفي الطهارة. نفسنا نعيش النهاردة رجال بمفهوم مختلف، نفسنا نعيش زي ما بولس قال لتيموثاوس خليك قدوة. يا ترى اللي انتوا بتعملوه في وسط المجتمع ان كان بألفاظ خارجة او بخناق، هل انت كده تكون قدوة؟ هل لو انت حد شافك بعد ما تكون مثلا ليه خدمة في الكنيسة، وحد شافك انت نفس الشخص بس في موقف مختلف بطريقة مختلفة، هل انت كده ليه قدوة كويسة ولا انت كده بتعثره؟ من ناحية قدوة انا مش قدوة، لكن من ناحية حقي ما جبتش حق، يعني انا معاك في دي، ما اقدرش اقول دي. عشان كده خليني اسمع منكم امثلة لناس في الكتاب المقدس كانوا رجال. يا ترى كان مفهوم الرجولة في الكتاب المقدس ايه؟ فتية الثلاثة ودانيال. الفتية الثلاثة يعني تقدري تقولي لي كده ذكريني عملوا ايه؟ انا لما يطلب مني حاجة اعملها وانا عندي انا اخد موقف مع حد، او مثلا مديله زي وعد ان انا مش لا يمكن اعمل حاجة تضايقك او لا يمكن انكرك قدام اي حد، فاجي حد يقول لي اعمل كده، انه الملك يقول لهم اسجدوا ما سجدوش، بس انا اخد موقف مع الرب. فدول رجالة رجالة يعني، وتعجبوا بس الله قدر يكافئهم على الرجولة بتاعتهم. مش هقدر اقول انه الحقيقة الفتية الثلاثة مثل رائع، ومش بس اظهروا الرجولة في الموقف ان هما ما سجدوش فيه، لكن كمان اظهروا الرجولة لما هما ودانيال وضع في قلبهم ان لا يتنجسوا بأطيب الملك، وقالوا للشخص المسؤول عنهم ان هو يأكلهم، قالوا له احنا مش هناكل الحاجات اللي ذبحت للأوثان لان ده حرام في الشريعة اليهودية، لكن هناكل قطاني اللي هو الفول والعدس. وشفنا بعد 10 أيام هم فعلا كانوا عارفين بيقولوا ايه، كانوا عارفين ان الرب هيخليهم يعيشوا بالأمانة وهيرضوه، وكانوا شكلهم احسن من اي حد من زمايلهم، بالرغم من ان هم ما اكلوش الاكل اللي مفروض ان هو ياكلوه بقية الناس، مش كده؟ تاني حاجة كانوا فيها رجالة انه كانوا اشطر من كل اللي حواليهم، هم تعلموا اللغة الكلدانية وهم اشطر من كل اللي حواليهم في تعلم اللغة وفي حياتهم، فهم فعلا كانوا رجالة. لكن كمان الموقف اللي انتوا اكيد عارفينه انه لما وقفوا قدام تحدي كبير جدا، هل تسجد للتمثال؟ تقدر تقولي لي النهاردة ايه معنى ان انا اسجد للتمثال؟ يعني اعترف بالملك ده ملك على عليا وعلى يعني انكر كل حاجه. قصدك مين الملك؟ مين رئيس سلطان هذا الهواء؟ الشيطان. مش كده؟ هل انا النهارده لما بقف قدام مفترق طرق تحدي كبير، هل انا بسجد لرئيس سلطان هذا الهواء ولا باجي بقول بعترف واقول لا انا عايش للرب؟ مش طب انا ممكن اقول هعمل وهعمل وهعمل، زي مثلا فكره ان يكون في مؤتمر او في اجتماع، وبعد الاجتماع ده اخد قرار حلو قوي ان هطلع من الاجتماع ده يا رب هعمل وهفضل اخدمك واعترف بيك وهمشي اقول للناس يسوع بيحبكم وكده، واول ما اطلع مع اول موقف اول ما اتحط في التدريب العملي بقى ما بعرفش اعمل كده. الله بيعاقبني على عدم رجوله، ما دي عدم رجوله، دي ما اسمهاش رجوله خالص، فالله بيعاقبني على ده. لا خليني اسال، النقطه بتاعتك دي نقطه جميله قوي قوي، خليني اسال كده يا يوستينا، ازاي اتنقل من انا اقول كلام حلو بس في الصلاه ولما اجي اعيش ما اقدرش اعيشه، ازاي اتنقل النقله دي؟ ازاي اقول كلام حلو وفي نفس الوقت اقدر انفذه؟ ايه رايكم؟ التزام. اتعلم الالتزام وضبط نفس. ضبط ودي النفس ودي من اعتقد من الاقوى الحاجات اللي بتميز الراجل، يضبط نفسه. انا متهيألي يا شادي ضبط النفس دي نقطه فعلا نقطه جوهريه جدا. يا ترى قول لي كده تدريبات ازاي ابتدي اتدرب اضبط نفسي؟ لو انا عندي مثل اعلى في ضبط النفس بصراحه، يوسف. يوسف الراجل ده مثل اعلى في الرجوله، رائع، مثلت الاعلى في الرجوله. تقدر تقول لنا توضح لنا ازاي هو ضبط نفسه؟ قدر يقف قدام خطيه او قدام سد رجاله كتير عظماء التاريخ كتب عنهم ما قدروش يقفوا قدامه. زي مين مثلا كان قوي جدا جدا وما قدرش يقف قدامه؟ زي داوود. زي داوود. او مين كمان؟ شمشون. شمشون بالظبط. وفي ايامنا المعاصره ناس كتيره. ده رائع. احنا النهارده بنقارن ما بين
ضبط النفس اللي قدر يوصل له يوسف بالمقارنة مع واحد قوي جدا جدا زي شمشون أو نبي مشهور جدا جدا زي داود مش كده؟ وناجح في كل حاجة وملك الرب اداله في الوحي انه يكتب المزامير كانت رائعة جدا بس بالرغم من كده قدام تجربة ضبط النفس الحقيقة فشل مش كده؟ انت حضرتك كده عكست الحكاية بتاعتي انا اصلا ابتديت الموضوع ان انا بحكي ان انا جبت حقي انت عايز نضبط يعني طلعت ان انا مش راجل لا انا مش عايز اقول كده يا جون انت سيد الرجالة بس عايز اقول انه يعني ايه المفهوم اللي انا اتعيش بيه وافكر فيه مش ان انا ازعق واخد حقي ومش ان انا يا رجوله كنت انا امسك نفسي من الاول بالظبط كده الحقيقه انا بسيب حقي يقول كده مالك نفسه خير من حاكم مدينه يعني ايه يعني انا التحدي الحقيقي ان انا اضبط نفسي الرجوله الحقيقه هي ان انا احكم على نفسي مش كده وان انا اخليني عايش زي ما الرب قال مش زي ما المجتمع اللي حواليا بيفرض الصوره دي عليا انا جه في بالي كمان في المثل بتاع يوسف ان هو زي ما جون برضو حصل معاه ان هو يوسف اخواته عملوه بطريقه وحشه جدا وكان ممكن لما جم ياخدوا منه قمح كان ممكن ياخد حقه بس هو ضبط نفسه ودخل بكى جوه في الاوضه لوحده من كتر ما هو متاثر بالموقف لكن لما خرج ما عملهمش بنفس الطريقه وما حاولش ان هو ياخد حقه منهم راح ليليان المثل ده كمان من احلى الامثله اللي خلونا نتامل فيه مع بعض احلى حاجه في ضبط النفس ان انا كمان اقدر الوقت اللي ليا القدرة اني اخد حقي مش كده يوسف كان الرجل التاني في مصر وكان يقدر ياخد حقه من اخواته صح مش كده وجاخده الفرصة لغاية عنده صح شايل منهم كتير من زمان كان الحقيقة هما كانوا بيحسدوه ولما استرحمهم علشان يطلعوه من البير رفضوا مش كده وقعدوا ياكلوا تمام لكن مثل حلو قوي يا ليليان ازاي ان انا اضبط نفسي واتعلم ازاي لما يكون في ايدي القدرة اني اخد حقي اعمل حاجة رائعة ان انا ايه اسامح مش كده هو كان ساعتها ما كانش قاسي بدليل ان هو بكى في الاوضة مش كده كان قلبه بيتقطع على اخواته كان بيحبهم بجد هو مش جبار عشان كده قدر يعمل كده بالعكس وكان بيحبهم بس لو احنا بنتكلم بنقول مواقف من الكتاب المقدس لكن خلينا شوية نتكلم عن الواقع لو انا رحت حد عمل معايا مشكلة وأنا رحت سامحته أنا هبقى في نظر الناس عيل أنا مش عارف أخد حقي وأنا مش راجل إيه رأيكم في الكلام اللي بتقوله ليليان؟ أنا شايف العكس بصراحة الناس بتقدر جدا اللي بيقف ويسكت مرات الحكمة مرات السكوت بيبقى أحكم كتير قوي من الكلام مرات كتير قوي اللي بيخليني أتصرف في التصرفات دي إني قلقان على شكلي قدام الناس بالزبط. وهو ده الدافع اللي بيخليني أعمل إن أنا بتنرفز وان انا راجل وان انا عايز ابقى باين ان انا مسيطر مش كده لكن الحقيقه خلينا الرب النهارده يلمس النقطه دي ويشفي كل شعور جوايا ان انا مش عايز اكون شكلي قدام الناس هو اللي بيحكم تصرفاتي لكن شكلي قدام ربنا يا ترى انا عايز اكسب الجوله قدام الناس واخسرها قدام ربنا مره من المرات الرب قال كده طلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغر امامي ولم اجد مين فينا النهارده يقول يا رب انا نفسي اكون هذا الرجل اللي بقدر ابني جدار قدام كل تحديات العالم واي ثغره في اخواتي بدل ما انا الوم اخواتي وادوس على نقطه الضعف اللي عندهم لاني انا عندي حاجه اشطر شويه لان انا اقدر اتكلم لان انا في سلطه عنهم بدل ما اعمل كده مع اخواتي اعمل العكس اقف في الثغره في الحته الضعيفه واكون راجل فعلا ان انا احمي الناس دول لان الرب هيديني قوه بس هرجع لنقطه يوستينا لما يعني في رجاله بتطلع وبترجع تنخ يعني وترجع في كلامها يعني احنا عندنا مثلا القصه بتاعت جدعون لما جاب يعني طلب رجاله وما ما ما رجعوا في الاخر ما بقاش رجاله فاكرين قصه جدعون لما كانوا في الحرب كم واحد طلع مع جدعون في الأول؟ 32 ألف واحد كانوا رايحين يحاربوا مش كده؟ لكن غريب قوي الرب قال لجدعون قل لكل اللي عايز يرجع يرجع قد إيه رجعوا؟ 22 ألف يا نهار أبيض من 32 ألف رجعوا 22 ألف واحد طب إيه رأيكم؟ هم دول جدعان؟ دول رجالة؟ لا طبعا هم كانوا رايحين يحاربوا مش كده؟ طب إيه رأيكم؟ ليه رجعوا؟
هما شايفين انهم لما يتحطوا في المكان ده مش هيبقوا قد المسؤوليه فنتراجع. طيب انا شخصيا شايفه ان دي رجوله، انا يعني انا كده كده هدخل اتهزم يعني، فنرجع. هو قلبه من الاول ما كانش على قلبه، هو طلع مع الزحمه. انا مع يوستينا وشايف ان هم عرفوا قدر نفسيهم ورجعوا. لا اقول لكم حاجه، زي ما نكون شفنا ماتش قبل كده وعرفنا مين الفريق الغالب، صح؟ صح. احنا عارفين مين اللي غلب في الاخر، مين اللي غلب؟ جدعون، مش كده؟ طب ايه رايكم، هل انتمي للفريق الغالب احسن ولا ارجع؟ ما انا ممكن ابقى مش عارف ان الفريق بتاعي اللي هيغلب يعني. اه بس انا لازم يكون عندي ايمان انه ده امور الله، وانا طالع مش معتمد على قواتي الشخصيه، لكن انا معتمد ان انا رايح لان دي دعوه الرب ليا ان انا اطلع. وفي حاجه كمان، انا مش هينفع انك اول ما قابل مشكله استسلم ليها يعني. انا دلوقتي طالع احارب عن بلدي وحاسس ان انا في مهمه يعني، انا حاسه ان انا زي ما جون بيقول انا بدافع عن اهلي، فدي حاجه كبيره. ما ينفعش مجرد ان انا حسيت اني مش هقدر بس لازم اكمل، لان دي حاجه كبيره جدا، ما ينفعش اهرب من اول مشكله. بالظبط كده يعني. بس الحقيقه في نوع تاني من الناس طلعوا مع جدعون وبرده رجعوا. فاكرين الرب قال لجدعون خلي كل الجيش ينزل المية، العشر تلاف الباقيين يشرب يعني. العشر تلاف الباقيين وأنا هنقي لك الباقي، وقال إنه كل واحد ياخد مية بإيده ويشرب كده بلسانه، خليهم على جنب، كل واحد تاني ينزل ينبطح على الأرض ويقعد يشرب مية كده من النهر على طول، خليهم على جنب. فاكرين كم واحد انبطح على الأرض وابتدى يشرب من المية على طول؟ 300 ابتدى يمسك المية قليلة ويشرب كده بإيده، 9700 نزل علشان يشرب أكثر كمية مية. حقيقة في القصة دي في ثلاث نوعيات من الناس، في نوعية رجعت تراجعت قدام أول تحدي، لكن في نوعية تاني الرب قال دول كمان ما ينفعوش، الناس اللي هي نفسها تروح في الحرب لكن نفسها تشرب مية العالم بكثرة، نفسها تمتلك وتستمتع وتعيش جوه العالم، العالم اللي الرب قال عليه انه من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. لكن النوع اللي ينفع للحرب بجد اللي هم عرفنا ان هي نسبة قليلة قوي، والنهاردة نقدر كل واحد فينا نقدر يبقى من النسبة دي من ال 300 واحد اللي يدوبك بياخد كفايته من المية، مش كده؟ يشرب شوية مية قليلة علشان يكرس بقية وقته ومجهوده للحرب. هو مش نازل يشرب يملى بطنه، صح؟ لكن هو نازل يحارب، نازل يبقى مستعد، مش كده؟ عشان كده النهاردة نفسي كل واحد فينا كده في آخر وقتنا يقول يا ترى نفسك تعيش الرجولة بمنظرها ازاي، مش بالزعاية زي ما اتفقنا ومش بأخدنا حقنا، لكن نفسي أسمع كل واحد فيكم يعيش الرجولة النهاردة بمفهوم جديد ازاي. رجولة ان انا ابقى قد المسؤولية واضبط نفسي. اشكرك. ان انا اقرر ان انا طالما هتبع ربنا وهكمل معاه فهكرس نفسي للاخر، مش هفكر في اني ابقى مشغول بحاجات تانية. رائع. انا كنت بفكر برضو زي ليلي انه الاستمرارية، ان الرجولة ما تستمر للاخر. مش كل مش خبطة ترجع في النص. وحتى لما اخبط استحمل واكمل واخد خبطة تانية واكمل ومش هعمل كده تاني. رائع. الرجولة زي ما قلتها في البداية، أنا لغاية دلوقتي عندي يقين إن الرجولة مواقف، فالرجولة مواقف في نظري إني لما أخد قرار مع الرب أقول له أنا معاك للنهاية، معاك رغم الظروف، هضبط نفسي وهلتزم وأبقى قد المسؤولية. أمين. أقصد خالص يا شباب إن أنا أكون معاكم، نفسي كل يوم الرب يدينا أكتر وأكتر إزاي نتعلم ضبط النفس، وإزاي نتعلم إني أقف الثغرة قدام كل واحد الرب حطني في مكان علشان أسند الضعفاء وعلشان أكمل الهدف والقصد اللي الرب دعاني ليه عشان أعيش معاه. ربنا يبارككم. ربنا يبارككم. شكرا يا دكتور. عرفنا ان التصور المسيحي للرجولة مختلف عن الناس، زي ما حصل مع شاب زينا هو تيموثاوس اللي طلب منه الرسول بولس انه يكون رجل عن طريق انه يكون قدوة في الكلام الجيد وفي التصرف المظبوط وفي تحمل المسؤولية، وزي ما حصل مع ناس زينا الرجالة الثلاثة اللي هم الفتية الثلاثة اللي ثبتوا على موقفهم مع دانيال في رفض الشر وفي قراراتهم السليمة لمجد الله وعدم التراجع رغم كل الإغراءات. عزيزي عزيزتي،
ربنا عايزك تكون راجل بالمفهوم بتاعه، إنك تكون ناجح فإنك تضبط نفسك وتحكم عليها وكمان تسيطر على مشاعرك وتتعلم الغفران، واعرف إن المحبة هي أقوى سلاح لشرور البشر، وخلي بالك إنك قدامك حرب لازم تكون فيها راجل. واللي بيخلينا نضعف قدام التحديات إننا بنبقى عايزين نشرب ونستمتع بمية العالم، زي ما حصل للأسف مع ناس زينا هم جنود جدعون المتراجعين، ودول ما كانوش رجالة مع نفسهم ولا مع إلههم ولا مع مجتمعهم. هنسيبكم مع آخر فقرة هنختم بيها حلقتنا النهاردة، هنسمع ترنيمة جميلة بتقول الرب عايز أكون راجل ليك، أكون الراجل بتاعك اللي تعتمد عليه. الترنيمة بتقول كده، ساعدني أعيش لك وأنا أرضيك. نتقابل في حلقة جديدة من ناس زينا. ربنا معاك. حياتي دايما تشهد عنك وتكون ثقتي دايما فيك. عاشلك يا إلهي من قلبي وعنيا تملي عليك، وافضل احبك انا طول عمري، قلبي يا ربي مفتون بيك. عاشلك يا إلهي قلبي وعنيا تملى عليك، وافضل احبك انا طول عمري، قلبي يا ربي مفتون بيك، قلبي يا ربي مفتون بيك. أكون متهني بحبك، على مرصدي مستني وعدك، وبإيدي ماسك سلاحي والإيد التانية ليك تبني. عاش لك يا إلهي من قلبي وعنيا تملي عليك، وافضل أحبك أنا طول عمري، قلبي يا ربي مفتون بيك. عشلك يا إلهي من قلبي وعنيا تملي عليك، وأفضل أحبك أنا طول عمري، قلبي يا ربي مفتون بيك، قلبي يا ربي مفتون بيك. اسمع لي وعودك وكلامك، لما الظروف تعانت فيا يملاني فرحك نهر سلامك. عشلك يا إلهي من قلبي وعنيا تملي عليك، وأفضل أحبك أنا طول عمري، قلبي يا ربي مفتون. عاش لك يا إلهي من قلبي وعنيا تملي عليك، وافضل أحبك أنا طول عمري، قلبي يا ربي مفتون بيك، قلبي يا ربي مفتون بيك.